طب قاعد على امك اسال عليها عشان زعلانه منك انت بتسال شيء. فوت عليها النهارده قبل ما اروح. عايزك كمان تكلم شهر تعمل تصريح. عايز اروح ازور امك كريمه. ريتال كمان كلمتني في الحكايه دي. خدهم الاثنين سوا ان شاء الله. اقعد يا حسن. هتعمل ايه مع نعيمه؟ عصام كان عند عادل، انا قلت انه هيجيلك. بلاش يا حسن، سلمها للحكومه وهي هتتصرف معاها واكيد هتتحاسب. انت شايف كده؟ ايوه طبعا شايف كده. انت عايزني اسيب اللي جدلت ولدي تبقى رايحه جايه قدام عيني وانا ساكت؟ انا قلت لك سلمها للحكومه واكيد هتاخد جزائها. لو نعيمه هي اللي جدلت فريده ولدك يا مروان انت هتسيبها؟ انت لما اتجلك ان امك جنيت عجلك شت، مش كده وبس، ده انت طردتها من البيت. وشاهد لما جالت لك انها هي كنت هتموتها بيدك، حصل ولا ما حصلش؟ كنت غلطان يا حسن. كنت غلطان عشان اللي اتجلك مش صح، لكن انا عارف ومتاكد ان نعيمه هي اللي قتلت ولدي، اسيبها كيف؟ احنا ماشيين في طريق واحد وعايزين نكمله، مش عايزين نرجع لورا. انا خايف عليك مش عشان اخويا، لا، انت اخويا وولدي كمان. انا قلقان عليك، خايف تعمل حاجه تندم عليها العمر كله. اسمع كلامي يا حسن. قول يا رب وهو يهدينا للصالح. يا رب. كانتش عايز تيجي معاي، بس انا جايبتها بالعافيه. هاتها. مين يا مروان؟ دي مفيده، أختك شمس طلبت مني إن أنا أشوفها وأجيب لها بيت تقعد فيه. نزل يدك، يا اكتر سكة كده تاني. روح أنت. عاوز مني؟ عاوزك في كل خير يا مفيدة. وأنا مش عاوزة منك حاجة، ولا من عيلة عبد الحكيم كلها. استني يا مفيدة. اهدي. إيه يا كبير؟ عاوز نرجع أخدم في البيت تاني؟ وماله؟ ما عنديش مشكلة. ومين قال إن أنا عايزك تخدمي في البيت تاني؟ أنا عاوز أتكلم معاكي. عندك كلمتين قولهم وخلصني. اسمعي منه يا مفيدة. عاوزاش أسمع حاجة. أنا هجيب لك بيت تقعدي فيه، وكل أول شهر إن شاء الله تيجي تاخدي شهريتك من هنا. أنا مش عاوزة فلوس ولا بيت، أنا ربنا هيرزقني من عنده، وأنا راضية بقدر. ليه كده يا مفيدة؟ لو احتجت هرفع يدي للسما وأطلب من اللي خلقني. واقول له يا رب ماليش غيرك وانت اللي عالم بالحال واللي في القلب. جبتني ليه يا كبير؟ عشان خايف من الناس يقولوا ان عيلة عبد الحكيم رامية مفيدة في الشارع وهي ام العيل من عيالهم؟ ما تخافش مش هيقولوا كده. عارف ليه؟ عشان الناس مش هتقدر تجيب سيرتكم بالرضي. الناس هتنهش فيا انا لوحدي، عشان انتم يدكم طايلة. يخافوا يقولوا ولاد عبد الحكيم ظلمة، إنما الغلبان يداس. أصل ما يدوسش على الغلبان غير الغلبان اللي زيه. استني يا أم حكيم. بقالك ساعة عمالة تلف وتدوري، ما تقولي عايزة إيه؟ عايزة اللي أقوله لك ده يا فتحي تفهمه وتستوعبه كويس أوي. أستوعب إيه بس يا ريتال؟ بقالك ساعة عمالة تجيبيني يمين وشمال، مش فاهم منك أي حاجة، ما تخلصي. عايزك تسأل على مفيدة. أسأل على مين؟ مفيدة؟ يا ريتال وانت مش عارفة اللي حصل ولا إيه؟ ما تتحرق مفيدة ولا تغور في 60 داهية. أنا أصلاً البني آدمة دي خلاص لغيتها من حياتي ومش عايز أعرفها تاني. هو أنت جايباني هنا عشان كده ولا إيه؟ اقعد يا فتحي. في حاجة عايزك تعرفها. إيه يا ريتال؟ إيه؟ جات لك بقى وشغلت لك الأسطوانة إياها وأنا مسكينة وغلبانة وعايزة فلوس؟ إيه يا ريتال؟ وأنت هيخش عليك الكلام ده ولا إيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. مفيدة حامل يا فتحي. حامل ازاي يعني؟ من مين؟ نعم هتستعبط ولا ايه؟ هو اللي من مين؟ منك طبعا. انتوا ما كنتوش متجوزين؟ ايوه بس هو اللي بس؟ محدش يعرف يا فتحي. انا قابلتها وكانت حالتها صعبة قوي. وكانت عايزة تنزل العيل. لازم تروح لها. ايه دي المصيبة السوداء.
مصيبة ليه يا فتحي؟ مصيبة ليه ازاي يعني؟ انت عارفة لو شمس عرفت هيحصل ايه؟ شوف انا بقول له ايه قول لي ايه؟ شمس ايه يا فتحي دلوقتي؟ بقول لك هتنزله. ماشي ماشي ماشي. رجالة اخر زمن. مش كلام ريم يا حسن، ريم دي عقربة كانت عايزة تخلص عليا أنا وعصام، ودلوقتي بتدور عليك أنت. هتموتني حسن؟ هتقتلني؟ هتدفني بالحياة زي ما مروان عمل فيا؟ ليه؟ عمل لك إيه؟ كان حتة لحمة حمرا لا حول ولا قوة. لو انت كنت مكاني كنت هتعمل ايه يا نعيمة؟ خد حقك مني يا حسن وانا راضية، خد حقك مني، بس برضه حط نفسك مطرحي. لو الناس اللي انت رحت لهم عشان تستنجد بيهم رموك في القبر حي ودفنوك بالحياة، كنت هتعمل ايه؟ انا والله العظيم ما كنت اقصد اقتله، انا بس كنت عايزه اخطفه عشان احرق قلبكوا بس. قال لي الوسخ ده، قال لي طول ما عبد الله معاكي انت وابنك في امان، بس والنعمه الشريفه ما كنت قصد اقتله ولا خطر في بالي ولا لحظه واحده. هتقتلني يا حسن؟ هتموتني؟ ابني يا حسن، ابني ملوش حد في الدنيا غيري، ده غلبان، غلبان والله، ومش ذنبه ان انا امه، ده انا تعبت قوي في الدنيا دي عشان اخليه يعيش عيشه مرتاحه، يبعد عن الذل والفقر، هو ملوش ذنب. ابني أمانة في رقبتك يا حسن، صدقة لله تربي ابني وتاخد بالك مني. أنا عارفة إن أنت أحن واحد في عيلة عبد الحكيم، واللي أنت عامله ده كله عشان قلبك محروق على ابنك، بس والله العظيم ما كنت أقصد، والله العظيم ما كنت أقصد أقتله، أنا برضه أم. ابني يا حسن عشان خاطر ربنا خد بالك من ابني. خلاص هتقتلني؟ هتموتني يا حسن؟